محمد علي مكي وشوقي شمعت دبليو اس افتح الصومالي كالباب هي قلت له هذا الكيس انت كنت شريفه لما انت روح انت صلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحنان ديالكم هم بغينا يا وعاد قلنت يا ريبوت القري ايا السجن عاد يادوها بلينا يا دلالك وكدد علي ايو حكتب وروريي ايا مدد داري وصوتي يارينا ايي السجن عاد يادوها بلينا يا انوها بلينا يا ان محمد علي سيدة هكا فرقة ورواء الشرقان السجن دارا يربو عدن تغي شبعتي على كبد العبيب وتلي سنيا منكي لسعدي يا احمد علي النور وانا غدا من اقول يا صومالية اي شبعتي حريت فلسطين اي بي ال او لوريت ريك صوت وبركاته اي غدا اللي يركب انا وطا اي حياة عبد البريك البيت كيف المخيم بالبريك تقول الحياه كسر تغيب دولتي صوم دوري تطوات ندي مركاي هاي سيدي احمد شير وقعد لاني دولتي الصوماليه دولة فتش عيسى يكون نقطي ضد هو يسام وعدم مركات راشش كسر راعي وهكا يمين مدها دي اي حبناين وعن مورة شيء ما في دباء قلنا وقعدين يسابنا ميكا ويهي يمنيكي كريم السعودي أي واحد يقول لي شبهتي صومالي كمان عبد الكريم واكي حتى هكا كاهت لي شبهتها صومالي كمان مكا يكون شرين يسالي امريكا كلا صاحب كيو يسافر جيريوني انت هكا كو سعودي وي شبهتها صومالي كمان كان نغلان وي الله بحال عيد كان قلت لها افراد الصوماليين ما دام يبو اي تبر شبهت الصومالي جنبيت كبدن اي لهايين وبي ال او يا فلسطين كسر تمبرتين ويكبدوا من السنادينو بركا قال لنا صوت درامو خير الروح وقوي جيب لك سر حكام وقوي بريغا بابيلي في تسعير هذا النوع عسلي ادو تشوكين شبهت من السنادينو مقدم دبلين وحكوك حي شبهت دي كلي لفتو جاي كمل يهين لماذا من عوا هكا تشوكو حنشعلها عبد الكريم هذا بوت شهدية سيجي يبقى ويغير يستاجر هل كان يسكت حاجة وانا عزمت في القبيصة حب مضبع كمور عبد الكريم وامي شر عيدة كبليسكا قار مضبع كرنبا هو عيدة كبيرة كوتشرة با كوتشرة ترى مضبع كتشوتا مربع نسوس عبيد دون عدى الله يلا هدو هدي مركا اي هكا مريسي اساقي يا مركا قرد في صومالي قربيت دو اسقبتين حركا نوتي بمسوق قابتايو نباتي دي اكل وشاري يا جميلة يا الله يبني يا كتشري اي اساقي يا مركا افرادها اي قيمو يا كتاتين حرموها وكدلتي كابدنا ويكسر ويسنتهي ما شاء الله يلا هذا ودنا بقولتك جيت محمد علي او بحياتك وشاري يا مجالات الرب يراهدو جيت بلاد او ودنا بقولتك كابت دي سروي سويسنت هاي اللي يرد وحنان هاي حتى يخصها بهالسنة تحس كان تعود لها وبرنامج هو يراد بلارن قيمات يا عاد يا عاد يا عاد هو يراد يا سلامتا ان كان فضوضا كايرين ايو محمد علي عيد كاس افراد ومدحت كاها اي قيم كقاتين بما تفر بدل او عاد قالوا بهاي محمد علي مركي لدي يا صدري حرك يا سلام قيمنا الدولة كسرتي قيمنا الدولة هي كسرتي حل جيل الدياري
انت بدل داعي لقوا مارمان هاي ان هلك كي دبت لقاك دواء هاي يا هلك كي قدها رب دايو ايا واحد نقطة إلا بحور واحد إذا رو رسل محمد علي إذا كفر البشرة تبدل داعي لقرشيين محمد علي إذا كيسة يسيدين سرقالين يبحان سيدين دا سرقال فالكي دمائل وقرشيين وحا سورة كشي إلا أفر كمده مكاعد به كان وآهد الشينة وآهد نجح وآهد السلامان هي أنيمة أفر تكالي وحاوليه ومصبيحه ولا رحمه ومصنديف وحاوليه نكرا لكو إلى هدوم حانكو رهدائي آدم موسى جبريل وإن بكاتل شوضا وقراءة عكتاني روح كربضان قراء رجي قربو يصاب بحال يا آدم محمد سبقا ورجي مرجي دمر عليها أفرتا يا محمد علي شنطا وهيكون برنا سنة يا مركا سنبيكي يسكروا مركا تشوغي اللي سكروا عيدا بوها يا وانا سيدة عيدا كي سنة هكا يسو سيد شوغي رجعنا كاملا لو انا نوح الموتك مي انا نقول مركا وانا هم عارف ابن الدقان قولك انا وكي يرى اللوتا مركا وانا نموتك مي مي دي السيارة السيارة مركا نموتك مي هذا الشيء دي يخبر بي حنوحي كان حرشي هل كان ساعتا بلاد محمد علي مش كنت ان ابوه ان مركا وحوي اتوبيا لا تغي انك اتوبيا اسكوينا وانا سمين لبتدا ساجرتي لكن وحن موضوعك وحوية محمد علي يا إثيوبيا كنا نسافر سينما ويا من إثيوبيا كسوت على رمي شباب في سوالي كم بيت سوا ها عقدة فرابدن يا من فرابدن يا عند علي أدي أدو سقاو ضد بيا يكوا خاين ترى دنا نمك من هالكاتري والله يدي هالكاتري شو بيحيل كها أيام مدرسة كان كي دوريا هيستي لأن نحن شغيلا نقول قرني لا هاي هل كان يمي محمد علي يعيد كيسة تشوفه ترى لنا نسون ما نو وهل كان يهل كان سمعنا وأنا قلت روح هاي دي يا ماما هاي سمعنا ترى نحن نقول قرادين إن الله أورها مع أولي قدر قدر ذو نقع لنا عن مصر وحيان أدو روح عن مركي تبقى كوكو ليستني إنا يا أغبران أيها محمد علي إنا يقول تشوفين محمد علي سيدا سنكا كواها عيدا كيوغوري اي اساسنا اي صومالي كالبيت كراسو تقالرمي اي سبو صومالي كالبيت دهلينا اي اسكسي ديلان اوتا بدينا اكين كسفي اي ايام نقضي عوكي وغوري اي اساس كو نقضي اي عيدا كأسر مو نقضي روتي من عندي أدو على البوها شخصيا عندي أدو على البوها من عندي أدو الفرن ونحسن وأخلاقيات بدن قوة ونحسن لنا ووحا وها من عندي أدو ارتفاع وأباد البدن وهو كربدن وكيسي أيو أها انت كور ريسي بعد ما هو اها شمهد في سومالي كبير اي اكن سكوت لين تقوى شعره كيد بلاد انا يبالي دوريا قوبي ابري انت كش شيسا هان كورا هدا ايك جميلي وده فربدن بقول لها ايه ميكي هوشا يسجي عيدك يسوكت دلوها حدارا وعلى سورة قرى هاي تلتين أيها محمد علي ونكا وين تلتا أي هاي أيها هذا لا أنك ساكي شيء اللي هكا لوبي نجي ونحن الملاح نوي هاي ويصابوا بكا عيدك الله ساري وحليف كالكوداها هاي ستا أيها هكا لوبي نجي رجي هذا ما أنت ساكي شاء وحكا الله هكا شبا بهذا العلم سنترى النافع وعادي أدور نوعا عمر نور كريم
generation dadkii horeeyada ku dhashay
dadkii xurriyadda ku barbaaray halkaas aydu maanta marayna dowladda dimuqraadiga abaynu marayna saddex madaxweyne oo qaarkood laba jeer la doortay baa la doortay xorriyaddeennu maxaan ku dhaadaayay dowlad dimuqraadiya doorashadinkoodu si xor loo dhacdaabay noqdeen maanta waxaynu nahay dalka qura ee adduunyada aan la aqoonsan ee haddana lala galay heshiisyo in shidaalkii maxaan ku dhaadaayay somaliland la qodo oo ay yimaadaan ceelkii wuu calaamadsan yahay hawshiisii way socotaa kiigagiisii biyuhu way qodmayaan riigiisii maxaan ku dhaadaayay ceelka shidaalka a qodayay wuu soo socdaa wuu imanayaa itoobiyada dhow wuu soo socdaa ee waxaynu odhan karaynaa adduunyadoo dhan dowladkii soo jirta dowladaha marka iminka rajulo cabdiraxmaan halkan fadhiya iyo wuxuu leeyahay war ana idindhaamayaa maxaan ku dhaadaaya inaan dowladda meesha maamulo annakuna waxba ma lihin kale ma lihinna waxaan leenahay waxba maamuli kari ma sida xaaji iska yaran la soo naijarka iyo nolosha iyo dimuqraadiyada iyo aqoonta cilmiga ah ayaa ee kumaankuga sanadood soo shaqaynayaba noocaasa waxaynu ka mid nahay maxamed ibraahim cilaal allaah yarxama cabdiraxmaan axmed cali allaah yarxama daahir riyaale axmed siilaayo musabix iyo maanta jooga dowladaha afrika ee hareeraheena mid aan dagaal ka dhicini ma jirto waxaa dunyadu ay qirtay intaasoo madaxweyne waxaa la yidhaa peaceful transfer of power in powerka si nabada lagu kala sameeyo inaynu inaku keligee nahay waxaana rajaynaynaa inay noo sii socoto tartanka siyaasigaana sidaasaynu u wadaynaa halgankana sidaasaynu u wadaynaa waxaanaynu samaynaynaa geesiyaashan dhul badan bay iminka ku magacaaban yihiin qaarkood fara badan xarun u leeyahay maxamed cali la yidhaahdo oo burca ku taalla ayuu ku magacaaban yahay maxamed cali meelo kalena waynu sii wadaynaa halkan golaha dowladda rag fara badan baa fadhiya wasiirkii diintii awqaafta wasiirkii golayaasha wasiirkii tiknolojiyada oo halkan ka hadlay wasiir shukri wasiir ku-xigeenka salaf markaa buugaagta maxamed calina qayb baanu ka qaadanaynaa qaybta iyadoo annagu waanu isku darsannay macal barasaabada halkan jooga macal siciid suluba halkan laga jeediyey annagu caawa buugga maxamed cali waxaanu ka qaadanaynaa kun buug baanu ku qaadanaynaa damacan gobollada iyo maxaan ku dhaadaaye jaamacadaha iyo laybrariyadana waanu geynaynaa ilaahay waxaynu u baraynaa maxamed cali in maxaan ku dhaadaayey naxariistii jannada uu ka waraabiyo geesi halganaaya xorriyaddii dalkan iyo dadkan qayb weyn ku soo lahaa waxaynu leena allah u naxariisto dad wuxuu inagaga tegay inantiisa la yidhaahda ladana oo ingiriiska joogta kole marka halkan timaada dadka halganka iyo iyadu way isku xidhan yihiin waxaan jecellahay markaa caawana waxaan leenahay aabba halgamaayanoo ku dhalay adigana waxaan kaaga baryaynaa ilaahay mustaqbal aad iyo aad u wanaagsan dalkaagii iyo dadkaagii buu aabbahaa xoreeyey aduguna aabaalkiisaad ku leedahay raggaagii aabbaha isagooda halgabeenna way kuu joogaano maxaan ku dhahday waan ku kulmaynaa madaayarka axmedka maxaanu xaji cumarka halkaa fadhiya ee hadalka yaray gaaban jeediyey waa raggii halkan inta ay yimaadeen dooneen in ay operationada gudaha ka sameeyeen ee ku xidhmay haddana maxaan ku dhahdaye ka soo baxay marka aad iyo aad maxaan ku dhahdaye ayaa u mahadsan tihiin